but all the countries in the world are saying it's not a private enterprise, it's part of the Chinese Communist Party. What say you, sir, yes or no? Is it part of the Chinese Communist Party, as everybody thinks, or are you still living in some mystical world? I disagree with many conclusions. So you're living in the mystical world, I yield back. TikTok has repeatedly chosen the path for more control, more surveillance, and more manipulation. Your platform should be banned. وابل من الأسئلة والاتهامات وجهها مشرعون أمريكيون للرئيس التنفيذي لمنصة تيك توك شوزي تشيو. السنغافوري البالغ من العمر 40 عاما عانى من استجواب شديد غير معتاد من قبل كل من الجمهوريين والديمقراطيين الذين يخشون أن تتمكن بكين من استخدام التطبيق في التجسس وجمع البيانات وتعزيز أجندة الحزب الشيوعي الصيني. وفشل تشو على مدار أكثر من 5 ساعات مرهقة في تهدئة المخاوف حول إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين. كما واجه المشرعون تشو بأمثلة مروعة عن المستخدمين الذين يروجون للانتحار أو التحديات الخطيرة التي أثبتت أنها قاتلة. وفي حال حضرت الحكومة التطبيق سيكون هذا الحجب الأول في التاريخ الأمريكي، وسيفقد الموقع حوالي 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. واتهمت الصين واشنطن بالمبالغة في مخاوف الأمن السيبراني بغية تقويض الشركة سريعة النمو، لكن الزخم ينمو إما لبيع قسري في الولايات المتحدة أو لحظر صريح بسبب مزاعم بإمكانية استخدام الشبكة الاجتماعية كأداة تجسس.